تتواصل تحضيرات مولودية الجزائر في إسطنبول التركية، وبعد اللقاءين السابقين اللذين أجراهما الفريق أمام كل من غلوريا الروماني وبونيوت كور الأوزبكي، ستجري عناصر العميد لقاءين آخرين في اليوم نفسه أمام كل من نادي ديار بكير المنتمي للدرجة الثانية التركية، وبعده أمام منتخب ليبيا لأقل من 20 سنة، بداية من يوم الأحد على الساعة 4 مساء والتاسعة ليلا على التوالي. وفي سياق مفصل، فإن إصابة اللاعب حشود التي تلقاها يوم الجمعة لم تكن خطيرة، واستأنف تدريباته يوم السبت. وأكد مراسل الهداف تيفي المتواجد مع الفريق في إسطنبول أن الأجواء رائعة بين اللاعبين، والمدرب شارف مرتاح للغاية للظروف التي يجري فيها التربص، خاصة أن الفريق لا يعاني من أي إصابات. للتذكير، فإن لاعبي المولودية يؤدون صلواتهم جماعة بعد تم إحضار إمام لهذا الغرض. شبيبة القبائل تحرز فوزها الثاني على التوالي في اللقاءات الودية التي تلعبها في فرنسا خلال التربص التحضيري الذي يجريه الفريق في مدينة إيفيان. وهذه المرة الضحية كان فريق الأنماس جنوب الذي لم يصمد أمام قوة الآلة الهجومية القبائلية، وتلقى خسارة بنتيجة خماسية نظيفة تداول على تسجيلها كل من دلهم في مناسبتين خلال الشوط الأول، وبعده يوسف خوجة الذي سجل ثلاثية في المرحلة الثانية. وقد كانت المباراة فرصة للمدرب بروس هيغو لاكتشاف المستقدم الجديد يوسف خوجة، الذي أظهر إمكانية من الطراز العالي في انتظار بقية المباريات التي ستعرف تنافسا حادا من اللاعبين لضمان مكانتهم في التشكيلة الأساسية. Je ne vais pas aller en détail. C'est une décision que j'ai prise. Et demain, il n'y a aucun problème pour ni pour Arouche ni pour Diamant. Ça c'est le plus important. Là, on peut travailler plus en profondeur et avec les joueurs qu'on a peut-être besoin. Donc, de ce sens-là, ce serait une très bonne chose. Nous avons remarqué aussi pas jouer pourquoi. Jamel. Ben oui, Jamel et Arouche n'ont pas joué. Il est évident que je veux aussi souder une équipe. Et tout le monde doit se tenir à certaines choses. Et de ce fait-là, on a parlé cet après-midi. Et moi, j'ai décidé de ne pas aligner aujourd'hui, mais de demain. السلام عليكم. يعني لعبنا المقابله هذه التحضيريه واحد باش يطبق شويه التعليمات اللي قالهم لنا المدرب، وسيرتو يعني الجهه تاع الفيزيك اللي بيه حنا نمشيو نتحسنوا بربي ان شاء الله نابليكيوها ان شاء الله في الشامبيون ان شاء الله. الحمد لله واحد كي يبدا يعني لا بريباراسيون يماركي يعني باش سيرتو كوم ناتاكون يعني باش ما يدخلوش الملل، يعني بربي ان شاء الله فيها خير وان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا ربي بربي ان شاء الله بالثلاثيه هذه بربي ان شاء الله واحد يتمكن من ظفر مكان اساسي ان شاء الله. ان شاء الله. صح. تحيه الجزائر. واو تحيه الجزائر.